الله أكبر. نستمع الآن إلى النشيد الوطني يا بلادي الأعلام فوق. يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا. ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود لا رعى الله يدا تمتد لك فاسلمي إن على الدهر جنود لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا. ليبيا 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 جرد الأجداد عزما مرهفا يوم ناداهم مناد للكفاح ثم ساروا يحملون المصحفا باليد الأولى وبالأخرى السلاح فإذا في الكون دين وصفا وإذا العالم خير وصلاح فالخلود للجدود إنهم قد شرفوا هذا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا. ليبيا 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 يا ابن ليبيا يا ابن أسد الشرى إننا للمجد والمجد لنا سرون حمد القوم الصرا بارك الله لنا استقلالنا فابتغوا العلياء شهوا في الورى واستعدوا للوغى أشبالنا للغلال يا شباب إنما الدنيا كفاح للوطن. ليبيا ليبيا اسمعوا هذه هي شعاراتنا هذه هي شعاراتنا دائما يكون فيها التكبير ودائما تتكلم عن الحق وأزيزوا أناشيدنا الوطني تقول اسمعوا يا من تريدون أن ترجعوننا إلى النظام السابق اسمعوا يا من تريدون أن تحبطونا عن ثورتنا اسمعوا أزيزوا أناشيدنا ماذا تقول لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن ونحن هنا ونحن هنا اليوم أمام قاعد الشهداء سنقولها مثل ما قلناها في سنة 2011 قسما بالله وبإذن الله لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن إننا يا ليبيا لن نخذلك إننا يا ليبيا لن نخذلك إننا يا ليبيا لن نخذلك الله أكبر الله أكبر حاكمنا عدل وكرم
أحب أن أهني توار ثورة 17 من فبراير بما آلت إليه حكم المحكمة في أزلام النظام السابق وأركان النظام السابق. هكذا عاهدتهم ثورتنا بأن تقدم لهم محكمة عادلة ومحكمة منصفة. ها هو استمعنا إلى الحكم وكانت أحكام عادلة ومنصفة. فهنيئا إلى الثوار 17 من فبراير. هكذا قمنا بالثورة وهكذا بإذن الله سنستكمل الثورة. الله أكبر. الله أكبر. قوة عيننا الأحكام عليها القتلى والأزلام. 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 قوة عيننا الأحكام نستمع عليها القتلى نستمع. قوة عيننا الأحكام نستمع الآن إلى كلمة حرائر مدينة مصراتة وهي زوجة شهيد من مدينة بنغازي استشهد في مدينة مصراتة. فلنستمع الآن إلى كلمة حرائر مدينة مصراتة. مصراتة وبنغازي يخوت ما يفرقهم كان الموت. 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 مصراتة وبنغازي يخوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ها هو موعدنا يتجدد مع الوطن في مظاهرة تحت شعار نعم للحوار لا لمسودة تشرع البرلمان يقصف بنغازي ويعفو عن الأزلام. نقف اليوم ومعنا إخوتنا وأخواتنا من بنغازي من مدينة شرارة الثورة ومقبرة الغازي. بنغازي 16/2/2011. نودي نودي يا بنغازي هذا اليوم فيه تراجي. هي بنغازي اليوم التي تقاوم عصابات العجوز الخرف حفتر ويصدرون أحرارها ملاحم الجهاد والبطولات. أبطالنا في بنغازي سلام من السلام ورحمة من الملك العلام عليكم جميعا. اصبروا ورابطوا فإن النصر صبر ساعة. ومن هنا كان لزاما علينا أن نبرق بالتحية كل التحية للأيدي الضاغطة على الزناد الرجال الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم باعوا أنفسهم وأرواحهم ابتغاء مرضات الله عز وجل. والله اشترى فوالله ربح البيع. والله ربح البيع. ولأنهم الرجال رهبان الليل وفرسان النهار الذين هجروا الفنادق وسكنوا الخنادق. فالتحية لهم منا نحن نساء مصرات الرافضات المسودة اليوم التي لا تكشف عن معاناتهم. والله مهما فعلوا وصنعوا في بنغازي فلن تسقط القلاع ولن تخترق الحصون ولن ينتزعوا منا المواقف ولن نعترف بما يسمى بعملية الكرامة أبدا ما حيينا. الله أكبر. الله أكبر. عاشت ليبيا حرة أبية. المجد والشهداء المجد والخلود لشهداء ليبيا الأبرار. حفتر هاللي جاها غازي مو حالي ركع بنغازي. 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 بإذن الله بإذن الله لن يركح ولن يركح مدينة بنغازي. ستبقى مدينة بنغازي المدينة العصية كما كانت مدينة مصراتة من قبلها هي مدينة الصمود وكانت العصية على دكتاتور العصر. ها هي مدينة بنغازي تحمل نفس الاسم وهي بنغازي الصمود بنغازي العصية بنغازي التي لن تنحني بإذن الله. فتحية إلى توارها البواسل، تحية إلى توارها الأبطال،
تحية إلى توارها الأشاوس. الله أكبر، الله أكبر. نستمع الآن إلى كلمة أحد رجالات مدينة مصراتة، والذين تبقوا على مبداهم من بداية ثورة 17 من فبراير إلى هذه اللحظة، وهم يقولون: لن نعود للقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن. صاحب الصوت الناطق دائما بإذن الله بالحق، صاحب الرجل صاحب الكلمة. عرضت عليه مساومات كثيرة ورفضها من قبل النظام السابق، الرجل الذي لم ينحني للنظام السابق ولا إلى نظامنا الآن. رئيس مجلس الحكماء والأعيان بمدينة مصراتة الشيخ إبراهيم بن غشير، فليتفضل مشكورا. مجلس طبرق مجلس عار، طحالب ما فيهم توار. مجلس طبرق طحالب ما فيهم توار. مجلس طبرق مجلس عار، 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 طحالب ما فيهم. السلام عليكم ورحمة الله. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نترحم على شهدائنا الأبرار، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى وأن يعيد المفقودين، وأن ينصر هذه الأمة التي آمنت بالله وتوكلت عليه. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام ما بدأناه في 17 فبراير، حتى يكتمل ما قمنا من أجله، لأننا لازلنا في ميدان الثورة، والثورة لم تنتهي بعد، ونحن دائما نسعى كما تعلمون إلى بناء الدولة بعد أن ننهي المرحلة الأولى وهي مرحلة الثورة. أيها الإخوة، لا بد لنا أن نعرج على عدة نقاط. أول شيء، في هذه الأمسية كثير من الناس نسمعهم يقولون إن مصراتة انقسمت إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، وأن مصراتة تم اختراقها من كثير من الاستخبارات الأجنبية والاستخبارات أيضا العربية. حقيقة أن هناك فعلا خرق، ولكن أريد أن أطمنكم أن مصراتة بخير، وأن مصراتة لا يمكن أن تنقسم ولا يمكن أن ترجع يقاتل بعضها بعضا. صحيح هناك اختلاف في الرأي، ما تخاف عليها ما دامت مصراتة فيها. فبراير ما تخاف عليها، فبراير ما تخاف عليها. مصراتة بخير، لأن الخلاف الذي هو موجود في مصراتة خلاف في المفاهيم، خلاف في الرأي، والخلاف في الرأي لا يسبب خلافا أو نزاعا يصل إلى القطيعة. إذا كان الفريق الآخر يريد الحوار فنحن مع الحوار، ولكن الحوار الذي نريده حوارا يحمي الحقوق ويحقق الأهداف، حوار يعطي لهذه الأمة الثائرة
الحق ويمنحها العزة والكرامة. حوار يحمي قدر الضحايا التي قدمت والشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل مبادئ سامية. هذه المبادئ يجب أن تتحقق حتى نستطيع أن نكمل الحوار. أما حوار فيه استسلام هذا ليس مقبولا عند هذه الجموع أو هذه البلاد التي كافحت وناظرت. نصراتا لم تكن في يوم من الأيام تسعى إلى التسلط على أي مدينة أو على البلاد عموما، وإنما تريد أن تبني دولة صحيحة، دولة تقيم الحق والعدل، دولة تنشد البناء والإعمار والأمن والسلام، وتبني العدالة الاجتماعية، وتقيم الحق والعدل، وأيضا تبني المؤسسات العامة، الجيش والشرطة، بناء صحيحا جديدا ليس مبنيا على أنقاض سابقة. تريد جيشا يكون هذا الجيش مبنيا على شكل الكيف لا الكم. من كان في الماضي له عقيدة وأصبح إنسانا مستهلكا لا يستطيع أن يقدم شيئا، هذا لا يمكن أن نعتمد عليه في بناء جيش جديد ولا في شرطة جديدة. وكما تعلمون وتشاهدون حالهم الآن، إننا نريد بناء مؤسسات نظيفة قادرة على بناء الدولة الليبية من جديد، تبني قواعد وتؤسس الأسس الصحيحة وتكون يدها نظيفة وليست مليئة بالأحقاد أو الرشوة أو الفساد. نحن نريد أن نكافح الفساد وننشئ مؤسسات حقيقية مبنية على الديمقراطية التي تعود في أصلها إلى أحكام الشريعة الإسلامية. هذا ما نريده وهذا ما تريده نصراتا، ولكن لها لا تريد أن تسود بنفسها، بل تستعين بكل الرجال القادرين على أن يقدموا شيئا لهذه البلاد. الموضوع الآخر الذي أريد بعجالة أن أتحدث معكم فيه، أن هناك كثير من الناس يقولون أن هناك خلاف بين مجلس الحكماء والشورى وبين المجلس البلدي، وأن مجلس الحكماء اعتمد نفسه في المؤتمر ولم يعتمد نفسه أمام المجلس البلدي، وهذا انشقاق. أقول لكم إن هذا لم يحدث إلا بعد أن حصل يأس من المجلس البلدي. لقد تقدمنا إلى المجلس البلدي وقلنا له إن رغبة أهل البلاد في نصراته أن يكون هناك مجلس الحكماء والأعيان. يا مجلس البلدي، نطلب منك أن تعيد الجماعة الذين كانوا في أول الأمر وتختار منهم من تختار، وتزيل عليهم من الناس الآخرين بمعرفتك من تشاء واعتمدهم، وأنت المخول بذلك. رفض المجلس البلدي. تقدم كثير من الناس وقالوا نحن نستطيع أن نذهب إلى المجلس البلدي ونجعله يعتمد هذا المجلس، مجلس الحكماء والشورى. قلنا له تفضل. فذهبت الجماعة ثم الجماعة ثم الجماعة، لكن المجلس ردهم بالكامل ولم يقبل، وقال لن نسمح بوجود مجلس للحكماء في مصراته. طبعا هذا كان رغبة كبيرة جدا، وهناك قضايا كثيرة حلها مجلس الحكماء والمجلس البلدي لم يهتم بها اهتماما كثير من الوفود جاءت من الخارج، من خارج مصراته، ولم يجد أحدا في فترة ما يعني قبل تشكيل المجلس الحكماء وفي فترة استلام المجلس البلدي، جاءت وفود كثيرة ورجعت خائبة ولم تجد أحدا من أهل مصراته أن يستقبلها، فكان ذلك عارا في وجه مدينة مصراته. فتم التشكيل بعد أن حصل اليأس من المجلس البلدي، ونحن لازلنا حتى الآن نقول للمجلس البلدي نحن عون له إذا كان هو على الحق، وإذا كان يريد بناء هذه المدينة ويسهر على عملها ويقوم بتفقد حاجاتها من طرق وصحة وإعلام، ويهتم بما هو موجود في مصراته وما هو مسؤول عنه أصلا. أما إن كان
قد ترك مصراتة وما فيها وما فيها من أمور وذهب إلى الحديث الخارجي، والأمر الخارجي هناك وزارة مسؤولة عنه وهي وزارة الخارجية في ليبيا، هي التي مسؤولة عن الأمن الخارجي وعلى الاتصالات الخارجية وعلى السياسة. ما علاقة مجلس البلدي بهذا؟ فنحن لم نعارضه في شيء قام به من أجل هذه المدينة أو العمل من هذه المدينة، ولم نرى له عملا، وأنتم تشهدون على ذلك. هل عمل شيئا؟ هل عمل شيئا؟ ومع ذلك نحن قلنا له أكثر من مرة، نحن معك ونساعدك ونكون عونا لك، ونحن نستطيع أن نضع يدنا في بعضنا بعضا ونبني المدينة سويا، ولكنه مع ذلك رفض. وهذا آخر اجتماع، ولدينا كثير ما أقول ولكن لا أريد أن أطيل عليه. أما فيما يتعلق بالمسودة، إن الحديث فيها أيها الإخوة يطول، وكل النقاط وكل البنود التي فيها والمواد التي فيها لدي عليها تحفظ، ولو قدر لي أن أتكلم ساعتين فيها لن نستطيع أن ننهيها. لكن أقول لكم باختصار أن المفاوضات دائما تكون بين أطراف متكافئة، إما أن تكون المفاوضات بين دولة ودولة أو بين دولة وعصبة الأمم المتحدة مثلا، ثم يكون النزاع أيضا بين جماعة أو مؤسسات اعتبارية مع مؤسسات اعتبارية أخرى، ويكون هناك طرف محايد حكم. هذا الأمر لم يحدث، وجدنا أن هناك عصبة الأمم المتحدة تدير كل شيء ومنحازة إلى طرف دون الآخر، بدليل أن في هذه المسودة ذكر اسم البرلمان، اسم البرلمان أي النواب، ما يزيد عن 27 مرة تأكيدا لدوره، ولم يذكر المؤتمر على الإطلاق، لم يذكر على المؤتمر على الإطلاق لأنه مهمش. وهذا كلام إيش الوسيط الذي ينبغي عليه أن ينادي الألفاظ اللي هم في الحوار، معروف في مبادئ القضاء، حينما يأتي متهم مدعي ومدعى عليه أو شهود، إذا كان أحدهم جالس لابد أن يأتوا للآخر بكرسي يجلس أيضا، وإذا كان أحدهم واقف ينبغي الآخر أن يكون واقف وأن يناديهم بأوصافهم أو بأسمائهم سواء، لكن يعطي لأحدهم صفة ويعطيه الحق والآخر يسلبه الحق، فهذا قاضي جائر ليس قاضي، هذا معروف في نظام القضاء. هذا الحكم كان جائرا وظالما، لم ينادي كل منهما بصفته أو باسمه على السواء، هذا مبدأ عام. لكن إذا نظرنا إلى الدولة الليبية في المسودة، المسودة على الإطلاق لم نجد أحدا دافع عن حقوق الليبيين، عن حقوق الدولة الليبية على الإطلاق. هذه المسودة جيبوها واقرأوها وانظروا إلى حروفها، إذا وجدتم هناك بند أو مادة تقول إن للدولة الليبية حق السيادة وترفض وتفعل أو كذا وهو إلى آخره، للدولة الليبية ليست موجودة على الإطلاق. هناك أمور تقول وعلى الدولة الليبية أن تفعل كذا، وعلى الحكومة التي ستنتخب أن تفعل كذا وأن تفعل كذا، إلزام كله في مصلحة إيش؟ مصلحة الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وهذا حماية لدول الجوار وحماية للمعاهدات الجائرة والاتفاقيات التي تمت في الظلام. هذه المعاهدة أو هذه المسودة لم نرى فيها ما يفيد أن ليبيا موجودة وأنها دولة وأنها من حقها أن تحمي حقوقها. لم يدافع عنها لا مجلس النواب ولا المؤتمر ولا الناس المقاطعين ولا أيضا المحامين ولا المستشارين. هذه مسودة سيئة سيئة، رهنت ليبيا إلى الوصاية، جعلت الحق للأمم المتحدة، مع أن اليوم لم يكن قراره لم يكن تكليفه من المجلس الأمن، وإنما جاء عن طريق الدول الأوروبية. دول أوروبا
تسعى لمصالحها ودول الجوار تسعى لمصالحها. هذه الاتفاقيات أو هذه المسودة تمت تحت إجراء تحت رجال الاستخبارات. رجل الاستخبارات الأول المصري جالس عند اليون، واليون لا يستطيع أن يكتب شيء إلا بعد أن يستشيره، لأن لمصر حاجة في ليبيا. رئيس الاستخبارات الأردني موجود هناك، الاستخبارات البريطاني والفرنسي موجودين هناك. هل هي مصالحة واتفاقية تعني الليبيين أم أنها تعني هذه الدول؟ هذه الدول دست نفسها وحمت مصالحها بينما ضاعت مصالح ليبيا. مسودة سيئة سيئة بمعنى الكلمة، ولا أريد أن كل ما فيها هو سيء. والنقاط إذا أردتم أن من أراد أن يأتي ويستمع لشرح هذه المواد أنا مستعد، لو أردتم أن تفعلوا اجتماع ونأتي بالمسودة ونقرأها معكم ورقة ورقة أو مادة مادة في هذه الطاعة، ويقول لكم فهمي بها وبينوا إن كان فهمي خاطئا أو فهمي مصيبة. أيها الإخوة، ارحل ارحل يا جون، ليبيا فيها قانون. ارحل ارحل يا جون، ليبيا فيها قانون. ارحل ارحل يا جون، فيها قانون. ارحل ارحل يا جون، ليبيا فيها قانون. ارحل ارحل يا جون، ليبيا فيها قانون. ارحل ارحل يا هذه المسودة تجرم توارنا. للأسف الشديد هناك من التوار وهناك من الكتائب من انساق وراء هذه المسودة وأيدها وهو لا يعلم حقيقة أنها قيد عليه وأنها مذبحة سوف يحاكم ويحاسب ويكون أمام المحاكم ويتهم ويخاطب بأنه مجرم اعتدى على سلطة شرعية. كثير من قادة الكتائب أو من التوار الذين أيدوا هذه المسودة لا يعلمون حقيقتها ولم يقرأوها أو قرأوها ولم يفهموها، ولو أنهم فهموها ما أيدها واحد منهم قط، لأنها ضده بالكامل. توار فجر ليبيا وأيضا حتى توار 17 فبراير كلهم متهمون وكلهم سيقدمون إلى المحاكمة ولن يستطيعوا أن يدافعوا على أنفسهم إذا أصبحت هذه المسودة دستورا يدخل في دستور الدولة الليبية. سيقدمون إلى المحاكمة من خلال موافقتهم وموافقة الليبيين على ذبحهم. إن هذا اللو مرفوض. إسرائيل أرض الصمود. مجلس منحل ومرفوع. إسرائيل أرض الصمود. مجلس منحل ومرفوع. من هنا 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 أرض الصمود. من هذا المكان أريد أن أخاطب الفريق الآخر المؤيد لهذه المسودة. إذا كان لديهم قدرة على المناظرة وعلى الإقناع فأنا أدعوهم إلى مكان يحددونه هم وفي أي وقت، وأنا مستعد أن أجلس معهم وأن يكون أمام الملأ وأمام الإعلام. عليهم أن يتعهدوا كل من وقع على الاتفاقية أن يتعهدوا في حالة ما إذا هزموا أن يتخلوا وأن يتركوا هذا المسار وأن ألا يتدخلوا في الشأن الليبي على الإطلاق، لأنهم ثبتوا أنهم غير أهل. لا أقول أنهم خونة ولا أقول أنهم إنسان غير الناس غير وطنيين، ولكن أقول أنهم تنقصهم الحنكة وتنقصهم القدرة وينقصهم فهم النصوص وفهم المبادئ. هذا ثبت بالدليل القاطع. كل من وافق على هذا الأمر هو عاجز عن فهم الحقيقة وعاجز عن فهم السياسة. كانت هذه المؤسسة تعمل وفقا لضوابط وقوانين معمول بها ثابتة لم تتغير حتى يومنا هذا. لم تتغير المؤسسة ولم تتأثر بالفترة الملكية، كما أنها لم تتأثر بجرائم القذافي
وتعليماته وإجرامه بقت صامدة حتى اليوم، كما أنها لم تتعثر بالتجاذبات السياسية التي أعقبت ثورة فبراير. لابد لنا اليوم من أن نقول للعالم وللسيد ليون الذي يتبجح في هذه المسودة من أنه يحترم المؤسسة القضائية، نقول للأمم المتحدة غصبا عنك يا ليون محاكمنا عدل وقانون، 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 غصبا عنك يا ليون. نقول للأمم المتحدة وللعالم ولدول الجوار وللدول العظمى، إذا كنتم فعلا ترغبون في توافق سياسي في ليبيا، ترغبون في هذا التوافق وترغبون في حل المسألة الليبية، فما عليكم إلا احترام القضاء والمؤسسة القضائية والإدعان لأحكامه. أما الكيل بمكيالين والميزان بميزانين فهذا لا يستقيم مع واقع الأمر. نقول للعالم أن هذه المؤسسة مستقلة تماما، لا تخضع لأي سلطة كانت سوى سلطة الضمير والقانون. هذه المؤسسة لا علاقة لها بكل مؤسسات الدولة منذ عهد الملك ومرورا بتلك الحقبة السوداء في عهد القذافي والحكومات المتعاقبة بعد فبراير. هذه المؤسسة متماسكة مستقلة تماما، ولابد أن نقول أن هذه المؤسسة تبسط سلطانها في كل أنحاء ليبيا، في كل أنحاء ليبيا. مجلس القضاء يبسط سلطانه في كل أنحاء ليبيا. يا قضاء نزيد تعلب عدلك شهد العالم كله، يا قضاء نزيد تعلب عدلك شهد العالم كله، يا قضاء نزيد تعلب عدلك شهد العالم كله، يا قضاء نزيد تعلم عدلك شهد العالم كله، يا قضاء تعمل في الشر، والقضاة يتقاضون مرتباتهم في الشر، والحركة القضائية تصدر من طرابلس من المجلس الأعلى للقضاء وتطبق في الشر فما معنى هذه الأصوات التي نسمعها بعد صدور حكم محكمة استئناف طرابلس؟ نقول إن هذه المحكمة جرت في ظروف عادية، وقد توفرت ضمانات قانونية كافية لكل السادة المحامين الذين ترافعوا عن هؤلاء المتهمين. نقول منحل ومنهار قرار ما ليه اعتبار، مجلس منحل قرار ما ليه اعتبار، مجلس منحل ومنهار قرار ما ليه اعتبار، مجلس منحل ومنهار قرار ما ليه اعتبار. بدأت أصوات تخرج علينا من هنا وهناك، وتخرج منه هناك من طبرق من المجلس المنحل، تقول أن المحاكمة جرت في ظروف استثنائية، وأن ظروف المحاكمة العادلة لم تتوفر، وأن هناك تهديدات وأن هناك ميليشيات، وهذا أمر مقصود به خلق بلبلة وتوجيه سهام إلى هذه المحاكمة، وهذا لا يتفق مع حقيقة الأمر. أقول لهم استمعوا إلى ما يقوله دفاع المتهمين، استمعوا إلى ما يقوله محامي المحكوم عليه عبد الله السنوسي الأستاذ أحمد نشاد المغربي، والذي كان دفاعا عن عبد الله السنوسي. هذا المحامي هو أحد أعضاء مجلس النقابة العامة، تولى الدفاع عن عبد الله السنوسي في هذه المحاكمة، وقد كان دفاعا صامدا قويا، لم يفوت أي فرصة للدفاع عن موكله، لم يتهاون ولم يتوانى، وقد وفرت له عدالة المحكمة الموقرة كل أسباب الراحة، وفرت له الوقت الكافي، وفرت له كل الضمانات القانونية. وقد قال هذا الرجل هذا الكلام أمام الإعلام، وصرح به في بوابة الوسط، ولكن الذين في قلوبهم مرض لا يسمعون، الذين في قلوبهم مرض لا يسمعون. أقول لهم إن الحقيقة
هي أمامكم كالشمس في رابعة النهار. هذه المحاكمة عادلة، عادلة بكل ما تعني الكلمة. استمرت لقرابة سنتين، وفرت فيها كل الضمانات القانونية، كل المحامين ترافعوا، أخذوا وقتهم، قدموا مذكراتهم، قدموا مرافعاتهم، استمعوا إلى الشهود. كل الضمانات التي تتطلبها المحاكمة العادلة توفرت في هذه المحاكمة. أقول لإخوتنا في الشرق، كفاكم عناداً وكفاكم تطاولاً على القضاء، كفاكم تطاولاً على القضاء. وللأسف أن من بيننا من يطعن في القضاء، من بيننا من يشكك في القضاء، وللأسف بدأ التشكيك في قضائنا منذ ذلك الحكم الشهير الذي أصدرته المحكمة الدستورية، الدائرة الدستورية، هذا الحكم الشهير الذي قضى ببطلان وحل البرلمان. سمعنا أصواتا من هنا من مصراتة تقول أن حكم الدائرة الدستورية أربك المشهد، وهو الذي أفسد علينا الحوار السياسي. أقول لهم اتقوا، لو أننا جميعا تمسكنا بحكم الدستورية والاتجاه ودعمنا فريق الحوار من هذا المنطلق لما آل الحال إلى ما آل عليه اليوم. ها هم الآن في طبرق، ها هم النواب في طبرق يقولون بأن هذا الحكم لا قيمة له، ماذا نرد عليهم؟ هذا الكلام صحيح؟ أقول لكم أيها السادة، من حل ومن هار، قرار ماليه اعتبار، من حل قرار مالي اعتبار، مجلس منحل ومنهار، قرار مالي اعتبار، مجلس منحل ومنهار، على العالم مالي اعتبار، على العالم وعلى الأمم المتحدة أن تلتفت إلى التاريخ الأسود، إلى تاريخها الأسود، الدول العظمى والأمم المتحدة أن يرجعوا إلى الوراء، إلى ذلك التاريخ سنة 1945 وسنة 1946 عندما أنشأ الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية أنشأوا محاكم استثنائية حاكموا بموجبها ألمانيا واليابان، محاكمة برلين ومحاكمة طوكيو، هذه المحاكمات التي لم تكن عادلة وفيها اختراقات لحقوق الإنسان. أقول للعالم وللأمم المتحدة ارجعوا إلى محاكمة صدام حسين، الرئيس صدام حسين بالأمس تمت محاكمته وتحت رعاية أمريكية، هذه المحاكمة لم تتوفر فيها أي ضمانات من الضمانات القانونية الحقيقية للمحاكمات العادلة، لم يتم الاستماع إلى شاهد واحد تم الكشف عن اسمه، ولم يتم الكشف عن وجه أي شاهد من الشهود. كل الأدلة التي حكم بها صدام حسين هي أدلة ظرفية، لم تكن أدلة حقيقية، لكن في محاكمة أول أمس عندما تصدت محكمة استئناف طرابلس كل العالم يرى ويشاهد عبر الفضائيات ما يحدث داخل قاعة المحكمة، كل العالم يرى ما يحدث داخل قاعة هذه المحكمة. لذلك فإننا ومن هذا المكان نقف اليوم لنقول لقضاتنا ونقول لمؤسستنا القضائية أنتم الضامن لكل الحقوق في ليبيا، ونقول لليون ولكل الفرقاء المتحاورين الذين يحاولون أن يهمشوا القضاء وأن يسددوا سهام النقد للقضاء، نقول لهم إنكم أفسدتم كل شيء وإنكم أضعتم كل شيء وإنكم لا تملكون دون القضاء شيء، فمن يريد بلادا عليه بأن يدعم باتجاه القضاء، عليه أن يدعم باتجاه تقوية مؤسسة القضاء. أجدها فرصة طيبة هذا اليوم وبوجودكم من أن أتحدث قليلا عن مسودة اليوم التي تحدث عنها فضيلة الشيخ إبراهيم منذ قليل. سالت هذه المسودة حبرا كثيرا ونقاشا كثيرا وتحدث الكثيرون بشأنها. أقول أن هذه المسودة تتحدث زيفا وبهتانا وباطلا عن احترام القضاء، وفي ذات الوقت ترمي بحكم المحكمة الدستورية تحت الأقدام. مسعار مرفوضين من التوار، مجلس مبرك.
مجلس عام مرفوضين من التوار، مجلس طبرق مجلس عام مرفوضين من التوار، مجلس طبرق مجلس عام مرفوضين من التوار، مجلس طبرق مجلس عام مرفوضين من التوار. أحييكم وأحيي هذه الوجوه الطيبة التي تأتي كل جمعة إلى هذا المكان، وأحيي كل الساحات في ليبيا الحبيبة التي تدعم القضاء وتدعم المؤسسة الدستورية وتدعم قضاءنا. عاش القضاء الليبي قضاء مستقلا نزيها صمد في كل وجوه المتغيرات وفي كل وجوه التأثيرات. أقول عاش قضاءنا صامدا نزيها. حياكم الله. أقولها لكم اليوم وقد شاهدنا أفلام النظام السابق يحتفلون بالأعلام الخضراء، سنقولها لهم من هذا الميدان، تحتفلون بالأعلام الخضراء والزرقاء والسوداء، سنكون لكم بالمرصاد، سنكون لكم بالمرصاد. هذه ثورتنا سنحافظ عليها. ومن يقول أن هناك حوار مع الأزلام، نقول له ما قمنا بهذه الثورة إلا من أجل إقصاء الأزلام، إلا من أجل إقصاء أزلام النظام السابق. احتفلوا مثل ما شئتم، احتفلوا مثل ما شئتم، لكن سنقول لكم نحن لكم بالمرصاد، نحن وطوارنا نقول لكم بالمرصاد. بيان تجمع ساحات الثورة في مظاهرة الجمعة 52 تحت شعار نعم للحوار لا لمسودة تشرعن لبرلمان يقصف بنغازي ويعفو عن الأزلام. إن كل من يصف من يرفض مسودة الليوان العرجاء بأنه رافض للحوار إنما يستكمل مشروع التخوين والترهيب الذي يمارسه دعاة الانقلاب والثورة المضادة في فرض الآراء وترهيب الخصوم وإقصاء كل المخالفين لهم وتضييق حرية التعبير وممارسة الإرهاب الفكري المرفوض. فنحن مع الحوار ولكننا ضد مشروع اليون لإعادة استنساخ النظام السابق والقضاء على ثورة فبراير. نحن مع حوار ينصف كل الليبيين ويحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق والمصالحة الوطنية، ولسنا مع حوار يرمي الثوار بالإرهاب وينفذ مشاريع الأجنبي في إقصائهم وتجريمهم والعفو عن المجرمين من أتباع النظام السابق وأتباع مجرم الحرب حفتر. لذلك فنحن نؤكد على القيم والمعاني التالية: أولاً، لازلنا نتمسك بموقفنا الداعم للمؤتمر الوطني العام بعدم التوقيع على هذه المسودة إلا بعد إدخال التعديلات اللازمة التي تضمن عدم تغول الثورة المضادة والانقلابيين وضياع مكتسبات فبراير ثورة فبراير وحقوق الثوار والشهداء والجرحى. ثانيا، نحيي صمود ثوارنا الأشاوس في مدينتنا الحبيبة بنغازي في وجه المجرمين من أتباع المجرم حفتر، وندعو الله عز وجل أن ينصرهم ويسدد رميهم، وندعو كل الليبيين الشرفاء إلى دعم ثوار بنغازي وثوار درنة في معركتهم ضد مجرمي الكرامة وخوارج البغدادي، والوقوف معهم في معركتهم لتحرير أرضهم وتحقيق عزة الوطن واستقراره. ثالثا، نؤكد دعمنا للقضاء الليبي المستقل الذي أصدر أحكاما عادلة ومنصفة في وجه من أجرم وظلم الليبيين لأربعة عقود مظلمة وسفك دماء الأبرياء وسرق ثروات الوطن وأرسى دعائم نظام الاستبداد والطغيان. ونوجه دعاء نداءنا إلى الكل الشرفاء لاحترام القضاء والعمل على تنفيذه. رابعا، ندين ونستنكر ونرفض كل ما صدر عن مجلس النواب المنحل من تشريع يخالف إرادة الليبيين ويمنح المجرمين فرصة الإفلات من العقاب ويقضي على كل مسار المصالحة الوطنية ويعطي المبرر لعتاة الإجرام والإرهاب أن يواصلوا جرائمهم في حق الليبيين وفي حق أهلنا في بنغازي ودرنا بعد أن أعطاهم هذا المجلس المنحل صكوك الغفران ومنحهم الضوء الأخضر لمواصلة أفعالهم المشينة وجرائمهم الآثمة
في حق الليبيين وممارسة الإرهاب ضدهم. خامسا، ندعو ثوار الزنتان الشرفاء إلى التعاطي الإيجابي مع كل ما حكم القضاء الليبي في المدعو سيف الإسلام القذافي وتسليمه إلى السلطات القضائية الشرعية لتنفيذ أحكامها العادلة بحقه وعدم التمادي في احتجازه بشكل غير قانوني ولا شرعي. حفظ الله ليبيا وحفظ أمنها واستقرارها. الجمعة 5 من شوال عام 1436 لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الموافق 35 من يوليو سنة 2015 للميلاد، تجمع ساحات الثورة بمدينة مصراتة.